الأولمبي للنقل يواصل مسيرة الإبداع والإقناع في مسابقة الكأس بزيحته لنجم المتلاوي بفضل الهدف الحاسم لنجم حمدي وبلوغ الدور النصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه. الواحد يخدم على روحه ويستنى الفرصة معناتها اللي جات كونتر جمعيتي يحزن حزن جمعيتي فرحنا مع الملاسين هذيك أحكام الكرة. أولى المحاولات الهجومية كانت من جانب نجم المتلاوي رياض الفريوي كورته فوق المرمى. كرة ثابتة من حاتم آيت الأشقر فريق الأولمبي يطالب في العملية هذه بضربة جزاء. منصور المراحي في المتابعة الدفاع يحول الكرة للركنية. الركنية تتنفذ أشرف كرير في بعض الخطر في مرة أولى نجح حمادي يستغل رجع الكرة من الدفاع ويعلن أسبقية السيوتي 1-0 في 18 دقيقة لعب. نجم المتلوي ينزل بكل ثقله للهجوم مخالفة من زياد البكوش فرصة التعديل الضيع على شمس الدين نغير ثم تغيير اضطراري في تشكيلة المدرب نبيل الفرشيشي على الدين بالحاجة عمارة يغادر ويترك مكانه الحمزة المليتي بسبب الإصابة. تمس تويل من زياد البكوش ياسين حمدي تسديده دون عنوان. 1-2 بين الماجدي وياسين حمدي محرز الفضلاوي يتدخل في الوقت المناسب. الشوط الثاني زياد البكوش كان وراء كل العمليات الهجومية لتشكيلة المدرب محمد علي معالج في مرة أولى عندما نفذ تمس تويل التيمومي لحاول المباغتة لكن الحارس الفضلاوي كان متفتن. ثم في مرة ثانية عندما نفذ مخالفة ياسين المجدي كان قريب من التعديل. البكوش يجرب حظه من بعيد تسديده مرة محاذر المرمى. بدوره منصور المراحي من جهة الأولمبي للنقل حاول المباغتة إمكانية مضاعفة النتيجة الضيع على زملاء إبراهيم قلال. نجم المتلوي يطالب في العملية هذه بضربة جزاء بعد تمس تويل من زياد البكوش. الحكم نصر الله الجوادي يأمر بمواصلة اللعب. دائما المتلوي في الهجوم كرة مرفوعة من شمس الدين نغير التيمومي يضيع فرصة التعادل. زياد البكوش من الجهة اليسرى في التوزيع الفضلاوي كاد يهدي نجم المتلوي هدف تعديل الكفة في الوقت القاتل لتنتهي المواجهة بترشح الأولمبي للنقل للمربع الذهبي لكأس تونس. لعبنا كوتر منافس قوي برشا منافس ناسيونال آ الحمد لله معناها كشوف اليوم ربي وفقنا عملنا ماتش بلان ناس كل ما قصرتش ناس كل جريات تعبت جوهرات ستاف هيئة مديرة خدمت على الرواح وذي الخدمة مش من البارح من اليوم خدمة من أول عام الحمد لله جسمت ترشح نصف النهائي إن شاء الله يا ربي جاي خير وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. كانوا بينا بليكي بصراحة فاجئوني يعني خاطر كنت استني برشا تعب لكنهم كانوا رجال إن شاء الله نكملوا كما قالوا بعض من الجمهور مطالبين منك شيء كان ديمي فينال أنا يعني نقول لهم إن شاء الله في الفينال مش في ديمي فينال.